السلام عليكم، مرحبا بكم في موقع باك فاسيل. اذا الان هادي نشوفوا في هذا الفيديو الصوره المحصل عليها بواسطه مراه مستويه. درس بسيط جدا غادي نتعرفوا فيه على الصوره المحصل عليها بواسطه مراه مستويه، ابعاد الصوره ومجال رؤيه مراه مستويه. اذا مراه مستويه، اذا في هذه الحاله قلنا ما هو المراه؟ هو وسط عاكس يعني مصقول يعكس الضوء كليا كما رايناه في الدرس السابق. اذا بالنسبه لهذه المراه، بما انها تعكس الضوء فينطبق عليها شرطي الديكارت، بحيث ان الشعاع الوارد والشعاع المنعكس في نفس المستوى، كذلك زاويه الورود وزاويه الانعكاس متساويتان. اذا هذا المثال غادي نشوفوا مراه. اذا المراه عاده كنرمزوا لها بخط، وكنديروا بهذا الشكل خطوط مائله بحال مخدش بهذا الشكل هذا، يعني راه مراه بيقول لي بساط. اذا المراه كما نعلم جميعا فهي تعطي صوره حقيق يعني صوره معتدله تقايس الشيء. يعني ملي كتقف قدام المرايه كتلقى راسك في المرايه قد قد، يعني التويه بحال بحال، كذلك كتشوفوا الابعاد ديالو، المسافات ديالو كلها كتكون متماثله تماما. ترى ماذا يحدث بالضبط وكيف تتكون تلك الصوره التي نراها باعيننا؟ اذا خدينا كيف ننشئ صوره بواسطه مراه. اول حاجه كنرسم المراه ديالي ها هي كما تلاحظون. فاش كنرسم المراه اعتبر شيء مثلا انا في هذه الحاله الشيء جسدته بنقطه ا. اذا اول حاجه كندير ملي كتكون عندي النقطه ا كنرسم المماثله ديالها بالنسبه للمراه. نتوما عارفين ترسموا التماثل المحوريه سيميتري اكسيال، يعني كنحط الكوس ديالي هنايا وكنحسب هذه المسافه، تقيس هذه المسافه، بمعنى انه الا سميت هذه البلاصه اش كتكون عندي ا اش تساوي اش ابري، هذه المسافة كتساوي هذه المسافة، وهنا كاينة زاوية قائمة. إذا ملي كنمثل النقطة ابري هنا، هنا دابا كاينة الصورة، كنسميوها الصورة المرافقة للشيء، يعني كتبان لك أنت كتقول أو واش هذه الصورة هي داخل المرايا؟ كيفاش واش المرايا عبارة واحد العالم كاين في الداخل؟ ما تخيلاش بهذا الشكل، هي الصورة نظريا تقنيا هي تكونات هنايا، واش مفهوم؟ و كتكون عندنا واحد النقطة من المرآة كنسميوها نقطة الورود، مثلا أنا اعتبرتها هنا، أشنو كندير؟ كنرسم واحد الخط جاي من هاد الصورة وكيمر من النقطة إي، هاد الخط اللي كيمر من النقطة إي مباشرة كتمشي للعين. إذا العين أشنو العين أشنو كتشوف؟ كتشوف واحد الشعاع اللي جاي من هاد الصورة، هو مكاينش شي شعاع جاي منها، تقنيا كيبحال إلا جاي الشعاع من الصورة أما الصوبة شنو طرا؟ هذا الشيء هو جسم ضوئي، يعني أرسل الشعاع عن ضوئية إلى المرآة، وقامت المرآة بعكس هذا الشعاع مكونة زاوية الورود وزاوية الإنعكاس بالنسبة لهذا المستقيم المنضمي على المرآة. إذا إي زاوية الورود لونجل دانسيدونس جاية من حرف إي، إذا لونجل دو ريفليكسيون جاية من حرف إر، مكنتش كنرمزو ليها بإي وكنرمزو ليها بإر. إذا لو انه مثلا كيف ابرهن ان المرآة تحافظ على ابعاد الصورة؟ باختصار مثلا الى اعتبرت عندي مثلا نقطة بي هنا ورسمت مثلا ناخذ مثلا الكوس مثلا نفترض عندي شيء بحال هذا الشكل ا بي، المرحلة الاولى عفوا هنا ا. اذا المرحله الاولى شنو كنديروا؟ كنرسموا التماثل، طبعا نتوما راه عندكم الادوات اللازمه والسطوره ديال الدفتر وكل شيء، ها هو كنرسم التماثل كنسميها بي بريم، ثم نقطه الورود اللي هي اي راه عندي في نفس البلاصه، يعني اشنو كندير؟ كنرسم واحد الخط كيدوز من اي في هذه الحاله. اذا في هذه الحاله اذا وكيتكون عندي واحد الشعاع، فهي حاله المهم هنايا نعتبر العين بهذا الشكل. اذا كيتكون عندي واحد الشعاع وارد من النقطه بي، طبعا هذا الشيء راه كيشبه التحويلات الاعتياديه اللي شفتو نتوما ديال التماثل المحوري الى اخره، يحافظ على المسافه. لذلك هنا كتكون عندي المسافه ا بريم بي بريم تساوي المسافه ا، يعني
يعني طول الشيء يساوي طول الصورة المرافقة لشيء، وهكذا كتكون عندي الصورة كنقولوا حنايا غادي تشوفوا من بعد ان هذا المرآة كيتسمى ميليو ستيغماتيك، غتشوفوا شي من هذه تقراو ان شاء الله لوبتيك. اذا الان احنا تعرفنا على فونكسيون ديال الميروار، يمكن لكم تشوفوا هنا في الصوره جانبه باختصار مثلا الصوره المكونه من طرفين امام المرآة كما ترون جانبه. مزيان، اذا الان نشوفوا مجال الرؤيه ديال المرآة. مجال الرؤيه تتعلق فقط بموضع العين، فين كاين العين، وطبعا سأبعد المرآة، فكلما كانت المرآة كبيرة جدا إلا وأنه مجرى الرؤية تكون كبيرة. إذا إلا اعتبرت أنا عندي المرآة هنا، اعتبرت مرآة صغيرة غير باش تفهموا، واعتبرت عندي مثلا هنا أو، وهنا عندي أو بريم، طبقنا نفس المراحل إلى آخره، درنا التماثل المحوري ورسمنا أو بريم، طبعا هنا ما درتش نقطة الورود. تخيلوا معايا إذا كانت نقطة الورود هنا، غيخرج الشعاع بهذا الشكل، إذا كانت نقطة الورود هنا، غيمشي الشعاع بهذا الشكل، إذا كانت هنا، وإذا كانت هنا، دائما كيخرج الشعاع. إذا جينا ليزيكستريميتي ديال الميروار، أطراف ديال المرآة، خدينا نقطة هنا ونقطة هنا، ورسمنا، كيتكون عندي في الأخير نهاية المطاف واحد المجال كبير، هذا المجال كيتسمى مجال الرؤية، يعني أن العين باش تشوف هذه الصورة خصها تكون في هذا المجال. طبعا ما يمكنلكش أنا مثلا عندي المراية، نفترض هذه هي المراية مثلا ديالي، ما درتهاش قدامي درتها في الجنب، واش غادي نشوف أشنو كاين في المراية؟ ما غاديش نشوف، لأن العين ديالي ما كايناش في المجال ديال الرؤية ديال المرآة. أو إذا كانت المرآة في التحت مثلا ووجهي في الفوق، طبعا ما غاديش نشوف لأن المجال ديال الرؤية ما كاينش، وبالتالي كتكون عندي واحد الشون دو فيزيون خص تكون العين في هذا المجال ديال الرؤيه باش تقدر تشوف هذه الصوره هذه، وهكذا قدرنا نشقوا مجال الرؤيه باعتماد الاطراف ديال المرآة. يعني هنا شرحت لكم مرحله مرحله، يعني في نهايه المطاف ما كاينش شي حاجه معقده في هذا الدرس، اللي خصكم تنتبهوا ليه هو كيفيه الانشاء، وان المرآة تحافظ الصوره ديالها تحافظ على نفس المسافه بالنسبه للشيء، وطبعا ما تنساوش زاويه الورود وزاويه الانعكاس. نتمنى اعزائي التلاميذ انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس مزيان. ما تنساوش هنا طبعا بالنسبه للنقطه بي في هذه الحاله، باش ما يقوليش شي واحد شوف هنا زاويه الانعكاس كبيره وزاويه الورود صغيره، لا، ما تنساوش عاوتاني ان زاويه الورود كتكون هي هذه، كتكون من هنا حتى هنا، زاويه الورود بالنسبه للبي نسميها اي بريم، وزاويه الانعكاس بالنسبه للبدايه اي بريم. مفهوم؟ نتمنى انكم فهمتوا هذه الفقره بسيطه من الدرس، درتها على شكل فيديو بوحدو، غادي نشوفوا ان شاء الله العدسه المجمعه اللي فيها هي الخدمه بزاف. دمتم اوفياء، السلام عليكم، بالتوفيق ان شاء الله في امتحان جيرو.